من بيروت حاكم مصر في لبنان رياض سلامة في حوار المكاشفة عن الموقف المالي والاقتصادي مع جمال عنايت في ثم ماذا حدث. حضرتك شايف دلوقتي ان الوضع ما فيهوش الانهيار المالي والمصرفي؟ لا، في صعوبات ولكن ما في انهيار. هناك آثار سلبية على المواطن، كل ما يحدث هو محاولة لتخفيف هذه الآثار. كان في نموذج في لبنان خالق بيئة ما فيها تضخم، هل نموذج تخربط؟ ما كان عندهم بديل يقدروا يقدموه للمواطن ما يشعر نتائج الأزمة. ما الذي يؤثر في الوضع اللبناني؟ السياسة أم الاقتصاد؟ بلبنان السياسة بتأثر على الاقتصاد. كيف تم تحويل أموال المودعين إلى خارج لبنان؟ بلبنان التحويل اللي بتصير من المصارف أو من حساباتك بالمصارف لا تمر بمصرف لبنان. ثم ماذا حدث؟ الليلة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. هنا القاهرة عاصمة الخبر.